صف واضح عندكم، الله يسعدكم. ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا أو محاضرتنا لهذه الليلة مثل باقي المحاضرات سنأخذ فيها إن شاء الله موضوع يتعلق بإدارة المشاريع. أنا أكرر حاجة مهمة إذا سمحتم، وهو أن مقررنا هذا هو مدخل، مجرد مدخل لإدارة المشاريع. نعرف المناهج أو المنهجيات في إدارة المشاريع، نأخذ الصورة العامة، نأخذ أهم المراجع، نأخذ المفاهيم الأساسية إلى آخره. ما نستطيع نغوص في العمق ونأخذ يعني مثلا منهج في بي بالتفصيل، ولا منهج برينس 2 بالتفصيل، ولا أجايل بالتفصيل. هذه كل واحدة منها تحتاج كورس كامل يعني. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فإن شاء الله راح نأخذ جل المقدمة وجل المفاهيم الأساسية بحول الله تعالى، ويكفي بإذن الله تعالى أنه نخرج من هذا المقرر إن شاء الله وعندنا خلفية عامة حول إدارة المشاريع. ما هي إدارة المشاريع؟ إيش تعريفها؟ وإيش أهم الكتب فيها؟ إيش أهم منهجياتها؟ وإيش معنى مشروع؟ إيش معنى إدارة مشروع؟ من هو مدير المشروع؟ وشروطه وخصائص المشاريع؟ والشهادات المهنية في إدارة المشاريع؟ كيف أخذ الشهادة المهنية؟ كيف أنجح فيها؟ وإيش هو مكتب إدارة المشاريع؟ PMO Project Management Office إلى آخره. كل هذه سنأخذها بحول الله تعالى. هذا بس للتأكيد أنه ما راح نأخذ منهجية واحدة في إدارة المشاريع ونتعمق فيها تعمق كبير. اليوم درسنا بإذن الله تعالى، أي نعم إسهام ولا إسهام راجح، نعم كل مشروع يمر بمنهجية، سنخصص لها إن شاء الله محاضرة كاملة، منهجيات المشاريع بإذن الله تعالى. اليوم عن خصائص المشاريع وخطوات في اتخاذ خطوات في اختيارها وموضوعات أخرى مهمة إن شاء الله ما نطول عليكم. في 13 شريحة قبل الانتهاء إن شاء الله بناخذ 3 أسئلة في الكوز بحول الله تعالى. خلونا نأخذ الكلام الموجود هنا. لا تقلقون كثير على الإنجليش المكتوب، أنا بعلمكم إيش المطلوب من الإنجليش في وقتها إن شاء الله، في آخر محاضرة بإذن الله تعالى نتكلم عن المطلوب في الإنجليش والمطلوب، أو نتكلم عن الفاينل إن شاء الله والاختبار النهائي. لكن أنا أقول وأكرر أنه اللي بيأخذ إدارة المشاريع ويتفوق فيها ويبدع فيها ما يستطيع بدون أن يكون عنده الحد الأدنى من اللغة الإنجليزية. لازم يكون عنده الحد الأدنى من اللغة الإنجليزية، وأيضا يفهم المصطلحات العامة في إدارة المشاريع. هذه تكلمت عنها سابقا، ولا يحتاج أن الواحد يكون قوي جدا أو ضليع جدا باللغة الإنجليزية حتى يأخذ شهادة إدارة المشاريع أو يبدأ فيها. يكفي أن يكون عندك أساسيات اللغة وتفهم مصطلحات هذا الفن، وإذا جاءت أي شيء أو جملة أو statement أو موضوع أو حاجة في إدارة المشاريع ما تصير بعيد عنه، تصير فاهم الكلمات المستخدمة في هذا الفن وهذا العلم المفيد جدا. هذا السؤال يقول ما هي أسباب التحول إلى مهنية في إدارة المشاريع؟ يعني ليش يجب علينا أن ندير المشروع إدارة مهنية، إدارة احترافية in professional way؟ أسباب كثيرة، منها تعقيد المشكلات التي تواجه المشاريع ومديري المشاريع. المشاريع الآن ليست بالسهولة اللي كانت سابقا. سابقا كانوا يبنون بيت مثلا، يبنون بيت من الطين، فيه تعقيد شوي، وكان فيه أكثر من واحد له منصب يعني، فيه بنا وفيه أستاذ وفيه إلى آخره. لكن كان الموضوع إلى حد ما يعني مقدور عليه. مشاريع الوقت المعاصر الآن أكثر تعقيد بكثير من السابق، فلا بد أن يكون لها إدارة، لا بد أن يكون لها استعداد، لا بد أن يكون لها فريق عمل ومدير مشاريع ومنهجية يمشي عليها الواحد حتى ما يعني يتعثر في مشروعه. تعقيد المشكلات التي تواجه المشاريع ومدير المشاريع أحد الأسباب اللي خلتنا نتحول إلى المهنية إلى البروفيشناليتي أو البروفيشناليزم في إدارة المشاريع. تعقيد المشاريع
كثرة التحالفات في السنوات الأخيرة التي أكدت على المسؤولية في إدارة المشاريع. التحالفات يعني تدخل أكثر من شركة في مشروع واحد. أوضح مثال لهذا مشروع مترو الرياض أو قطار الرياض، فيه تحالف لبعض الشركات والعمل ماضي الحمد لله. وهذا المشروع أنا أعتبره فخرة للوطن، وسنشاهد إن شاء الله قطار من أفضل القطارات في العالم. أنا سافرت وجربت القاطرات في أكثر من 10 دول تقريبا. الحقيقة أن القطار اللي سيأتي لنا إن شاء الله في الرياض وفي المملكة بشكل عام هو أفضلها، هو أفضلها بلا منازع. نسأل الله أن يوفقنا وأن يحفظ بلادنا وأن يزيدها أمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما. نمو عدد المنظمات التي تعمل بالمشروع ليصبح المدير مهنيا. لابد فعلا زيادة المنظمات وغيرها لها علاقة بالسابق لتعقيد المشاريع. الزيادة هاي في عدد المشاريع المستقبلة نظرا لحاجة السوق. الآن ما أبالغ يا أخوي أخوات، إذا قلت لكم إنه إدارة المشاريع تدخل في كل شيء، ما أبالغ إذا قلت مثلا عندنا 4 مستويات من الشركات، 4 مستويات من الشركات وقسموها على حسب يعني عدد الموظفين اللي فيها وعلى حسب الميزانية. فمثلا عندنا شركة اسمها الشركة متناهية الصغر، وفي شركة ثانية صغيرة، وفي شركة ثالثة متوسطة، وفي شركة رابعة اللي هي كبيرة. هذه 4 شركات. يقول متناهية الصغر هذا حسب تقسيم المنشآت، هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. الشركات متناهية الصغر اللي فيها 5 موظفين، عفوا فيها أقل من 5 موظفين أو أقل من 3 ملايين، هذه من متناهية الصغر، مايكرو يسمونها مايكرو كمباني ولا مايكرو أورجانيزيشن. بعدين صغيرة فيها أقل من 50 موظف وأقل من 40 مليون. ثم منشأة متوسطة من 50 إلى 250 موظف ومن 40 إلى 200 مليون. ثم منشأة كبيرة أكثر من 250 موظف وأكثر من 200 مليون. هذه 4 أنواع من الشركات، وهي تقسيم المنشآت عندنا، منشآت يعني منظمة حكومية نشطة جدا. في كل المنشآت الأربع هذه متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة كلها تدخل فيها المشاريع، بل لا أبالغ إذا قلت إن كل أعمالها مشاريع. سواء كان مشروع صغير جدا عبارة عن اجتماع، هذا ممكن نسميه مشروع، أو مشروع ضخم جدا قيمته مئات الملايين، كلها مشاريع تحتاج إلى إدارة. هذا اللي يؤكد زيادة أهمية هذا العلم المفيد جدا، إدارة المشاريع. من الأسباب أيضا تنافس في السوق والوعي المتنامي لدى العملاء. العميل الآن مو زي السابق، العميل صار يفهم مثل التاجر وأكثر، فيبغى شيء صحيح 100%. هو يدفع فلوس ويتوقع أن تأتيه الخدمة صحيحة 100%. إذا ما جت الخدمة صحيحة 100% حسب ما يفهم هو، سيكون هناك مشكلة بينه وبين التاجر. فالوعي المتنامي لدى العملاء زاد من أهمية التحول إلى المهنية في إدارة المشاريع. منها أيضا تأسيس المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع اللي هو PMI Project Management Institute عام 69 ميلادي. هذا حدا بالعمل في إدارة المشاريع إلى أن تكون أكثر مهنية، وهذا المعهد هو الأكبر والأشهر في العالم وهو معهد أمريكي. هذه بس الأسباب. هذه بكل أو باختصار سريع نقول قيود وخصائص المشاريع. طبعا في 3 أشياء هي تقدر تقول إنها عناصر أي مشروع، 3 أمور تستطيع تقول هي عناصر أي مشروع: النطاق والوقت والتكلفة. النطاق أو المجال وهو السكوب نبي ناخذها إن شاء الله بدون تفصيل كثير، والوقت اللي هو التايم، تايم مانجمنت يسمونه في إدارة المشاريع الأخيرة السكجول، والتكلفة أو المال اللي هي الكوست. الشغلات الثلاث هذه سكوب تايم كوست أو نطاق وقت وتكلفة، هذه
يعني تقدر تقول عناصر او قيود رئيسيه حتى تقول هذا مشروع او لا؟ اذا توفرت فيه الثلاث هذه تسميه مشروع. والكلام اجمالا واسفكم اجمالا. في بعض المشاريع مثلا يكون فيها نطاق ويكون لها وقت معين، لكن ما يشترط ان يكون لها ميزانيه. مشاريع مثلا اجتماعيه، مشاريع تطوعيه، مشاريع للحي الى اخره، قد لا يكون فيها تكلفه في بعض الاحيان، لكن نتكلم عن الغالب. احنا كل مشروع يكون فيه نطاق او مجال ويكون فيه وقت ويكون فيه تكلفه. لكل مشروع خصائص ايضا، في غايه، هدف، وش الهدف من المشروع؟ وفي دورة حياة. كلنا نعرف أنه في التسويق في حاجة يسمونها دورة حياة المنتج، اللي هي Product Life Cycle، Product Life Cycle PLC. أيضا في المشروع في دورة حياة المشروع يسمونها Project Life Cycle، دورة حياة المشروع. من أيضا خصائصه التفرد، أنه ما يكون نسخة مكررة من شيء آخر، خصوصا في نفس الوقت وفي نفس المكان. لازم يقولون يصير يونيك، المشروع لازم يصير يونيك، يعني متفرد عن غيره. ايضا الاعتماديه، غالبا يكون فيه ريسك ايضا او مخاطر. سته، ممكن يكون فيه صراع احيانا، يكون فيه كونفليكت. لا يشترط ان تتوفر كل هذه في المشروع، لكن هذه من خصائص المشاريع اجمالا. خلوا أعطيكم الجدول هذا، يتكلم عن نقاط القوة والتحديات، أو في العنوان مكتوب إيجابيات وسلبيات الإدارة بالمشروع. خذوا التعبير الموجود في الجدول أحسن، اللي هو نقاط القوة والتحديات. نقاط القوة في أي مشروع إنه علاقات أفضل مع الزبائن، علاقة مباشرة، فيها أوقات تزويد للمواد وغيرها أقصر، في كلفة أقل، هوامش ربح أعلى غالبا وليس دائما، في جودة أفضل واعتمادية أعلى، في كواليتي، في تركيز المشروع، في أخلاقيات عمل أفضل، في الغالب، في الغالب ترى. هذه من نقاط القوة للمشاريع. وش التحديات الموجودة بالمشروع؟ ما في مشروع في العالم ما في تحديات. من التحديات درجة تعقيد تنظيمي أعلى، خصوصا في الوقت المعاصر مثل ما قلت لكم. في رغبة أكبر في خرق سياسات المنظمة، يعني غالباً اللي عنده مشروع ما يبغى يلتزم بالمنظمة الكبيرة. خلونا نفترض عند منظمة إكس في السعودية. المنظمة هذه كبيرة وماشي، عملها ماشي، لكن فيها أحياناً بطء، أو أحياناً فيها سياسات معينة ما نقدر نتجاوزها. يطلع من المنظمة هذه مشروع معين، غالبا اللي يعملون بالمشروع أو مدير المشروع يكون عندهم رغبة في خرق السياسات أو تجاوز السياسات أو تجاوز السياسات أحيانا في أو في بعض الأوقات. يعني ما يبغى صاحب المشروع أو مدير المشروع ما يبغى يلتزم في مشروعه في كل سياسات المنظمة، حتى لا يتأخر عمله مثلا أو حتى لا يتعقد العمل. فهذه من التحديات، انه في رغبة احيانا. السؤال هو هل تتحقق رغبة مدير المشروع او لا؟ على حسب، مو بالضرورة انها تتحقق. في كلفة اعلى في بعض الحالات، احنا قلنا هناك كلفة اقل، لكن من التحديات انه في بعض الحالات يصير في كلفة اعلى، خصوصا في المفاجآت التي تحصل احيانا ويكون فيها كلفة عالية على المشروع نفسه. أحيانا أخطاء في العقد لا ينتبه لها الأشخاص اللي قائمين على المشروع، فالعميل يشتكي فيأخذ التعويض فتكون الكلفة أعلى على المنظمين المشروع. صعوبات إدارية أكثر أحيانا بسبب ضعف التحكم، هذا صحيح، أنا جربته في بعض المشاريع اللي دخلت فيها. أنت ما أنت في منظمة، أنت في شركة محدودة مثل ما قلنا قبل شوي، متناهية الصغر أو صغيرة، عندك فل كنترول، عندك تحكم كامل على موظفيك. احيانا تدير مشروع، اعضاء المشروع هذول اللي قاعدين يشتغلون جايين من مشارب مختلفه ومن اماكن مختلفه، احيانا هم موظفين، بعضهم في الحكومه بعضهم في شركات خاصه، فانت تحاول ان تديرهم من خلال هذا المشروع، لكن ليس لديك سيطره كامله عليهم. في تحدي من الناحيه هذه بالتاكيد.
في ضغوط عمل أكثر، نعم صحيح، خصوصا عند اقتراب وقت التسليم. ويعني أذكر صار بعض الأمور اللي كان فيها ضغط عمل شديد لأن وقت التسليم اقترب وحنا ما خلصنا، فكان فيه سهر وكان فيه يعني تركيز شديد وإرهاق ذهني شديد. هذه الماحة سريعة. معايير اختيار المشروع، إذا عندك مشروع تريد أن تختاره وتقدم عليه، ما هي المعايير أو الكرافيريا اللي إذا صارت في هذا المشروع أو صار أغلبها في المشروع تتوكل على الله وتأخذ المشروع هذا؟ معايير اختيار المشروع متعددة، منها الواقعية، هي لازم الواقعية أنه ما يكون المشروع حالم أكثر من اللازم ويصعب تحقيقه، لازم يكون واقعي. منها التحديد، وفي limitations، في حدود يعني limitations، ودائما المشروع دائما يكون مؤقت وله بداية ونهاية، 3 أيام، شهر، سنة، 5 سنوات، 10 سنوات، المهم له بداية ونهاية وله حدود، وفيه capability أو الاستطاعة أنك تقدر تؤدي المشروع هذا. بعض الناس يعمل بعض المشاريع على المستوى الشخصي ولا يستطيع في النهاية، يعني يقول أقرأ مثلا 5 كتب، هذا مشروعي في الصيف، أقرأ 5 كتب من المجلدات الكبيرة، أقرأ مثلا البيان والتبيين للجاحظ، ولا أقرأ أي كتاب من الكتب الكبيرة اللي تحتاج تركيز، فما عنده الكابابلتي أصلا، ما هيئ نفسه ولا استعد حتى يقرأ، فيمكن يخلص كتاب واحد منها في الصيف كله ولا يكمل. فنسأله حنا إذا قرر عنده مشروع على المستوى الشخصي مثلا، عندك الكابابلتي، عندك استطاعة ولا لا؟ ما يكفي الحماس ولا تكفي العاطفة. المرونة هذا شيء أساسي، flexibility هذا جدا جدا مهم، سهولة الحوصلة، سهولة الحوصلة easy to computerize، هذه من الأشياء المهمة من معايير اختيار المشروع. إنه وبناخذ محاضرة كاملة إن شاء الله عن softwares أو البرامج اللي يمكن تستخدمها في إدارة المشاريع، برامج كثيرة بعطيكم أكثر من 16 برنامج إن شاء الله. منها أيضا انسجام المشروع مع أهداف الشركة أو المنظمة من حيث الغايات، درجة خطورة المشروع، هذا لازم تصير معقولة، ترى درجة الخطورة في كل مشروع في خطورة معينة، you have to take the risk، لازم تأخذ الخطورة وتغامر حتى تتميز. الريسك مثل درجة خطورة المشروع هذه تقدم بقدرها، ما في مشروع ما في مخاطرة، وبعض المشاريع مخاطرتها عالية جدا لا يمكن لبعض الناس بحكم قدراتهم واستطاعتهم أنهم يدخلوا في هذا المشروع. فأنا أقصد بالأخير هذه اللي هي درجة خطورة المشروع، أنه يجب أن تقدر بقدرها، والواحد ما يأخذها الحماس ويطغى هذا الحماس على التخطيط وعلى النظرة الواقعية للمشروع، لأنه يقولون العواطف أحيانا عواصف. من أيضا المعايير، وهذه موجودة الآن أمامكم، العائد المالي، هل فيه financial retail وفي فلوس تبي تجي في ربح، ولا بنشتغل 3-4 شهور 5 شهور نتعب ونتعب غيرنا في النهاية نخرج ب يعني عائد ضعيف أو هزيل جدا. احتمالية النجاح probability of success، كم احتمالية النجاح فيها، هذه راجعة لقضية الريسك، قدرة المشروع على تحقيق اختراع معرفة التكنولوجي مثلا، يعني إلى آخره. هذه معايير اختيار المشاريع جيد أن تأخذ في الحسبان، ولا هي الله يسعدكم ترى ما هي تشيك ليست، يعني ما هي تشيك ليست لازم تك 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 كل واحدة، لازم تتوفر كل واحدة، لا، ترى كل مشروع ينظر له نظرة خاصة، والواحد يقدرها في النهاية أنه قادر وأن المشروع هذا يسوى أو لا. هذا ملخص الكلام.
هذه تصنيف سريع لأصناف المشاريع بشكل عام. بشكل عام في حاجة اسمها مشاريع المشتقات، ركزوا عليها شوي. يتم في هذا النوع إحداث تحسين على المنتجات القائمة، يعني عندنا منتج قائم نسوي عليه تحسين وتطوير، إما تقليل كلفة أو تحسين أو زيادة جودة على نفس المشروع. لو سمحت دقيقة بس. هذا اسم مشاريع المشتقات. ثم مشاريع تمثل منصة إغلاق نحو التغيير. مشاريع مشتقات مثل أي منتج موجود، نوع من اللبن أو نوع من العصير أو نوع من الزبادي أو غيره إلى آخره، منتج قائم بذاته. نبي نقلل الكلفة حيث نبي يعني نحط المادة المصنوعة، المادة البلاستيك اللي نصنع فيها العبوات تكون أقل سماكة شوي، فنقلل الكلفة بشرط أنه ما يؤثر على الجودة. أو تحسين حيث نغير الهوية، نغير الألوان، نغير الشعار، زيادة الجودة أحيانا لأن نكتشف أشياء جديدة ونزيد الجودة. هذه كلها اسمها مشاريع المشتقات، يعني اصطلحوا على أن اسمها مشاريع المشتقات. إضافة نكهة كل ما جرت دلال صحيح. في مشاريع تمثل منصة إطلاق نحو التغيير، هذه تسوي ثورة في عالم في عالمها. وأنا أشبهها بأوضح مثال بالآيفون. إلى 2007 ما كان عندنا سمارت فونز، ما كان عندنا هواتف ذكية. أول من فتح مجال سمارت فونز وأطلقها وغير ثقافة الهواتف في العالم هي أبل، ونزلت آيفون. هذه قد تكون مثال واضح للثاني للمشاريع تمثل منصة الانطلاق نحو التغيير. هي المشاريع التي تكون مخرجاتها مختلفة عن المشاريع القائمة الآن. كان عندنا أجهزة، كان عندنا شركات ضخمة، كان عندنا نوكيا وغيرها كانت رقم واحد في العالم. جاء الآيفون سوى منصة إطلاق نحو التغيير، وتشكل منصة إطلاق نحو منتج جديد مثل إنتاج موديل جديد من السيارات، عمل نموذج جديد لخدمة تأمين قائمة أو الآيفون أو سيارات الكهرباء الآن اللي الآن يشتغلون عليها وبدأوا ينتجونها. هذه تغير مفهوم المنتج كاملا. عندك مشاريع الاختراق، مشاريع تحديث تقدم المفاجئة في المعرفة والتكنولوجيا المستخدمة. هذه يعني أكثر من أنها تغيير، هذه يسمونها اختراق لأنها أقوى أقوى. سيارات الهازارد بنزين زائد كهرب، هذه اللي تشتغل على الاثنين، وشفتها كثير. هايبرد يعني مشتركة، تشتغل على الاثنين، ماشي أنت في مشوار خلص البنزين عليك، السيارة ماشي ما تحس فيها لأنها تشبك على طول الكهرب تكمل مشوارك. هذه يسمونها مشاريع الاختراق. هذه فيها يعني اختراق أكثر من تغيير، أكثر من مجرد تغيير. وعندك أيضا مشاريع الـ R&D، هذه مشهورة. R&D يعني Research and Development، البحث والتطوير. Research بحث، تطوير Development، يسمونه دائما R&D، مشاريع R&D. وهذا النوع يكون ابتكارا جديدا، كان ابتكار تكنولوجيا أو منتجات جديدة أو خدمة جديدة، والأمثلة عديدة منها. الهاتف النقال كان هذا الثابت ثم صار هاتف نقال. التواصل عبر الانترنت، اللابتوب ما كان عندنا قديم الا الديسكتوب واجهزة وكيبورد واسلاك وزحمة، ثم صار لابتوب خفيف الحمل اكثر فائدة واسرع الى اخره. بينها تداخل بسيط، لكن خذوها بتعريفها الواضح هذا ولا تشتتون على التصوير. هي مشاريع مشتقات، مشاريع منصة انطلاق نحو التغيير، مشاريع اختراق، مشاريع البحث والتطوير. بعطيكم أكثر من سؤال عليه اليوم حتى يعني تثبت المعلومة إن شاء الله، وتعرفون كيف تكون صيغة السؤال فيها بإذن الله تعالى. نستعجل شوي نخلص، باقي معنا حوالي أقل من ربع ساعة، ومعنا 3 أسئلة. خطوات اختيار المشروع هذه نأخذها بشكل سريع لو سمحتوا.
ليست الخطوات هذه ملزمة لازم تمشي واحد اثنين ثلاثة أربعة. أعطيكم مثال، إحنا نشتغل الآن على مشروع سلمنا فيه، في كل مشروع غالبا تسلم فيه الجهة الحكومية مثلا تسلم فيه حاجتين، تسلم حاجة اسمها العرض الفني وتسلم حاجة اسمها العرض المالي. العرض الفني إيش تبي تعمل بالضبط؟ ما هي الأدوات اللي تستخدمها؟ أنا أتكلم في بحوث الـ R&D Research and Development، إيش المنهجية اللي تمشي عليها؟ إيش الأهداف اللي تحققها؟ إيش الـ time frame أو المدة اللي تبي تحتاجها لإنهاء هذا المشروع إلى آخره. هذا كله اسمه عرض فني. ثم تقدم عرض آخر منفصل اسمه العرض المالي، كم تكلفة المشروع؟ إحنا يعني المشاريع اللي أنا اشتغلت فيها نقدم فيها الاثنين هذول. فمرة واحد سألني قال والله ما سويتوا تأهيل، فقلت له إيش تقصد التأهيل؟ قال التأهيل هذا معروف في إدارة المشاريع. قلت صحيح معروف، يمكن معروف عندك، أنا أعتذر ما هو معروف عندي، إيش تقصد فيه؟ قال إن هذه قبل العرض الفني وقبل العرض المالي لابد تثبت إن الناس اللي بيشتغلون على المشروع مؤهلين، ثم تقدم العرضين. فقلت هذه احنا في الغالب الحمد لله نتجاوزها، لأنه الواحد عنده خبرة فتجاوز قضية التأهيل. وأحيانا نثبت التأهيل إن فريق العمل مؤهل من خلال العرض الفني، فنحط السيرة الذاتية في آخر العرض الفني إن اللي بيقومون على المشروع هذا مؤهلين، وهذه سيرهم الذاتية، هذا عنده خبرة 10 سنوات في إدارة المشاريع، هذا دار مشاريع لقيمة 15 مليون، هذا كذا، حاجة زي كذا تثبت أهلية الناس القائمين على المشروع. فأقصد إنه خطوات اختيار المشروع قد تختلف ترى من شخص إلى شخص حسب المشروع اللي أنت فيه وحسب الجهة اللي تطلب من تنفيذ المشروع. في كلها طلبات يسمونها أحيانا كراسة المشروع، يسمونها كراسة المشروع بالإنجليزي يسمونها RFP أو RFP اللي هو Request for Proposal، يعني طلب للاقتراح. ما دخلكم في التفاصيل هذه وأدوشكم شوي، لكن أعطيكم معلومات عامة. هذه خطوات مقترحة، تأسيس مجلس إدارة المشروع يضم إدارة اليوم مدير المشاريع التابعة إلى آخره، ثم تصنيف المشاريع وتحديد معايير الاختيار، وذكرنا المعايير السابقة معايير المشروع. هذه الخطوتين رئيسيتين. خلونا نعطيكم خطوات أيضا زيادة فيها. ثالثا جمع البيانات أو الداتا كولكشن، بعدين يكون في تقييم مدى توافق المواد اللازمة الـ resources availability، ثم يكون في تقرير قائمة المشاريع المطروحة أو فرز الـ useless، تبدأ تقلل تنفذ، ويكون هناك مقابلة مشاريع التصنيفات. ثم احنا وصلنا ثالثا الآن، ثم سابعا يكون في الاختيار، اختيار المشروع، اختيار المشاريع التي سيتم تمويلها والمشاريع الاحتياطية الفندق بالجيل، وثامنا تنفيذ المشروع. هذه من الطرق، وليس بالضرورة أن كل مشروع تدخل فيه أو كل مشروع تشرف عليه أنت في شركتك أنه تعمل فيه الخطوات الثمان هذه. يمكن تقلصها إلى 5 خطوات مثلا، أو يمكن المشروع نفسه معقد فتحتاج تضيف 5 خطوات أخرى على حسب المشروع. أهم شيء أن يكون عملنا منهجي وماشي ضمن خطة واضحة، بعيد عن الارتجالية، وبعيدا عن أنه يعني شخص واحد يفكر ويدير المشروع. هذا ما يكفي ترى، ما يكفي. المشاريع لازم تصير مهنية، لازم تصير احترافية. هذا ملخص الكلام الله يسعدكم. و فاطمة عسيري تقول الخطوات أكثر بالترتيب. ما هو بالضرورة يا فاطمة، مش ضروري.
هذا تقريبا ترى أهم المعلومات اللي بناخذها في درس اليوم إن شاء الله. إن شاء الله المعلومات واضحة، وندخل شوية في العميق في محاضرات قادمة بإذن الله تعالى. هذا هو اللقاء الثاني، وباقي 6 محاضرات غير هذه المحاضرة. ومثل ما قلت لكم قد نضطر، بالرأي لكم قد نضطر لأن ناخذ محاضرة واحدة تاسعة نتكلم فيها عن الاختبار النهائي ونسوي فيها مراجعة عامة. قد إذا ما أسعفنا الوقت أنا ما عندي مانع هذه المحاضرة إن شاء الله. رامة كلمات إنجليش كلها معنى، وسأستنقل في البداية إن شاء الله بنحددها لاحقا. نحدد لاحقا إيش المطلوب، إيش المطلوب بالإنجليش لهذا المقرر. هذا شيء. الشيء الثاني، هل أحتاج إنجليزي حتى أبدع وأشق طريقي في إدارة المشاريع؟ الجواب نعم، لكنك ما تحتاج كل الإنجليش، تحتاج الأساسيات وتحتاج فهم جميع المصطلحات الخاصة في إدارة المشاريع. عندنا شيئين، عندنا حاجة يتعلق بالمقرر هذا سأحددها لكم ولا تقلقون. عندنا شيء ثاني، أنا أريد يعني أنا عجبتني إدارة المشاريع بنطلق فيها، أحتاج إنجليزي؟ الجواب نعم، الجواب نعم، أساسيات وجميع المصطلحات. اسمحوا لي أعطيكم 3 أسئلة على السريع، باقي معنا حوالي 12 دقيقة. أعطيكم 3 أسئلة على السريع ثم نختم بإذن الله تعالى. هذا السؤال يقول: مشاريع الاختراق، هذا السؤال صح وخطأ، صح أم خطأ؟ مشاريع الاختراق هي المشاريع التي تحدث تقدما مفاجئا في المعرفة أو التكنولوجيا المستخدمة. مرة ثانية، مشاريع الاختراق هي المشاريع التي تحدث تقدما مفاجئا في المعرفة أو التكنولوجيا المستخدمة، صح أم خطأ؟ ولو أغششكم شوي نرجع للشريحة اللي فيه هذا السؤال، أي مشاريع الاختراق؟ اسمحوا لي بس نبحث عن الشريحة اللي فيها الجواب. أول ما هذه يس شوفوا يا أخوة يا أخوات الله يسلمكم، مشاريع الاختراق. أقرأ عليكم السؤال مرة ثانية وشوف الجواب، هي المشاريع التي تحدث تقدما مفاجئا في المعرفة أو التكنولوجيا المستخدمة، صح أم خطأ؟ الجميع يقول صح. غاشين الجواب فيكم. صحيح، الجواب صحيح، هي موجودة هنا، تحدث تقدما مفاجئا في المعرفة أو التكنولوجيا المستخدمة. هذا السؤال الأول. أعطيكم سؤال ثاني، سؤال من 4 خيارات واختاروا هل الجواب صحيح ألف ولا باء ولا جيم ولا دال. من معايير اختيار المشروع، اسمحوا لي أقول مرة واحدة، من معايير اختيار المشروع، ألف سهولة الحوسبة، باء تنوع العاملين من داخل وخارج البلد مقر المشروع، جيم قدرة المشروع على المنافسة والفوز لا محالة، قدرة المشروع على المنافسة والفوز لا محالة، دال السهولة في كل الإجراءات. أي هذه المعايير اللي يمكن تعتبرها من معايير اختيار المشروع؟ ألف سهولة الحوسبة، مبارك يقول 1، ميار أميار تقول سهولة ألف أو أي سهولة الحوسبة، ألف 1، شريفة نهى. طيب ما في أحد عنده خيار ثاني؟ ليش استبعدنا الخيارات الثانية؟
سهولة الحوصلة، كان في اتفاق على أن سهولة الحوصلة. خلونا نشوف الخيارات الثانية. من معايير اختيار المشروع، خلونا نبدأ تنوع العاملين من داخل وخارج البلد مقر المشروع. هل هذا معيار اختيار المشروع؟ عندنا مشروع في السعودية هنا، لازم يصير العاملين فيه من داخل السعودية ومن خارج السعودية حتى نعتبر هذا معيار اختيار؟ الجواب لا بالتأكيد. اثنين أو جيم، هل من معايير اختيار المشروع قدرة المشروع على المنافسة والفوز لا محالة؟ لا، ما قلنا حنا انه فيه ريسك، فيه مخاطرة، فيه مخاطرة، فمو بالضروري ان يكون هناك فوز في المشروع لا محالة. الرابع او الدال، السهولة في كل الإجراءات، هل هذه من معايير اختيار المشروع ان يكون هناك سهولة في كل الإجراءات؟ بالتأكيد لا، بدليل أننا قلنا الآن أو قبل شوي أنه من أسباب التحول المهنية في إدارة المشاريع أن المشاريع أصبحت أكثر تعقيدا. فتبي تروح تدور مشاريع سهلة يمكن ما تلقى، فما بقي عندنا خيار صحيح إلا ألف اللي هو سهولة الحوسبة. من معايير اختيار المشروع سهولة الحوسبة، وهذا هو الجواب الصحيح. لا ما يفوتك يا دلال إن شاء الله. هل أعطيكم السؤال الأخير؟ أيضا أربع خيارات: تقليل التكلفة، ركزوا شوي لأن هذا جايبينه شوية من العمق يعني. ركزوا شوي على الشريحة هذه ما دامنا فيها. اسمعوا السؤال الله يسعدكم. تقليل التكلفة والتحسين وزيادة الجودة من الأمثلة لتصنيف مشاريع يعني. خلو أشرح لكم السؤال. هذه الثلاث أشياء اللي هي تقليل التكلفة والتحسين وزيادة الجودة من الأمثلة لتصنيف مشاريع. كملوا عاد، بعطيكم أربع خيارات: مشاريع الاختراق، مشاريع البحث والتطوير، مشاريع المشتقات، مشاريع الانطلاق نحو التغيير. أعيد السؤال بصيغة أخرى: عندنا أربع أنواع مشاريع، أخذنا أربع أنواع مشاريع. عندنا مشاريع الاختراق، مشاريع البحث والتطوير، مشاريع المشتقات، مشاريع الانطلاق نحو التغيير. أيها اللي قلنا يكون فيها تقليل التكلفة والتحسين وزيادة الجودة؟ هذا السؤال بصيغة أخرى. المشتقات لازمين تنقرين الأسئلة قبل ما شاء الله. صحيح، هذا اللي هو أمامكم قدامكم مشاريع المشتقات، ويتم في هذا النوع إحداث تحسين على المنتجات القائمة مثل تقليل التكلفة والتحسين وزيادة الجودة. وقلنا أن أمثلتها المشتقات المنتجات مثلا في الألبان والعصائر وغيرها يكون عليها تحسين، تسمى هذه مشاريع المشتقات. هذه ثلاثة أسئلة نأخذها اليوم ونكتفي فيها. الله يسعدكم، نكتفي فيها وبركة، نحتاج نكثر عليكم. أقصى ما أقدمه هنا غالبا ثلاث أسئلة في الكل، يعني حتى يعني نحاول نلم المشروع أو المقرر ونعطيكم بس انطباعات عامة حول كيف سيكون السؤال. ما هو بالضرورة أن يجي نفس السؤال هذا، لكن هكذا تأتي طريقة السؤال، كذا تأتي طريقة السؤال، وهذا يسهل على الطلاب كثير. هل في أي سؤال؟ الله يسعدكم، باقي معنا ثلاث دقائق. هل في أي سؤال؟
احيانا يكون في اسئله عند بعض الاخوه والاخوات فنجلس زياده يعني اكثر من الوقت الممنوح لنا، ما في اي مشكله، اهم شيء نستفيد. كيف ادخل الغرفه الرئيسيه؟ ما اشوف الرزق، هذه بشوف انا، ما ادري والله. انتم الان سؤال، معليش سؤال فني، انتم الان اذا كتبتوا شوفون الردود اللي يكتبونها باقي زملائكم وباقي الشباب والأخوات. ما حد يشوف. طيب هذه بشوف لحل كيف نفعلها، بشوف لحل إن شاء الله. أنا توي أدري إنكم ما تشوفون، بقبض ولا ابتعاد ولا أبشر بإذن الله، بإذن الله تعالى أنا بشوف لحل بحول الله تعالى. أنا اليوم أو قبل كم يوم تواصلت مع أحد الأصدقاء، وفي اختبار إدارة المشاريع اللي هو PMP، اختبار PMP، فاختبار هذا فيه صعوبة شوي، ويعني كثير يدخلون الاختبار المرة الأولى ولا ينجحون، ما يتجاوزون الاختبار فيعيدونه مرة ثانية وينجحون. أحد أصدقائي ما شاء الله دخل قبل كم يوم الاختبار ونجح للمرة الأولى، فقلت له وش نصايح يعني وش سويت أنت حتى تتجاوز ما شاء الله الاختبار في المرة الأولى؟ وترى هذا هو الأقل الناس اللي يدخلون الاختبار أن يتجاوزوا من المرة الأولى. فأعطاني 6 نقاط أنا حطيتها في وسائل التواصل قبل شوية، حطيتها في تويتر، حطيتها في لينكدين، حتى سناب شات حطيتها حتى يستفيدون، وفي وقتها إن شاء الله ممكن أذكرها لكم بإذن الله تعالى، لأننا نتكلم عن الاختبارات، نتكلم عن الشهادات المهنية إن شاء الله في إدارة المشاريع، ومتى آخذها، آخذها الآن ولا بعد التخرج ولا بعد الخبرة. كل هذه نتكلم عنها بالتفصيل بحول الله تعالى. الله يسعدكم جميعا. باقي أي سؤال ولا كلش واضح؟ يا ناهد تقول جزاك الله خير، بس تسأل التواريخ معانا ولا لا؟ نعم معانا التواريخ معنا. الله يسعدكم وجزاكم الله خير، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والشفاء من كل داء. جزاكم الله خير، ونلتقي على خير في المحاضرة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.